حياكم الله إنما كنتم مشاهدينا الكرام، ومرحبا بكم في نشرة أخبار المنتصف تأتيكم من قناة حلب اليوم، ونبدأها بالعناوين. قتلى وجرحى من قوات النظام بهجوم للجبهة الوطنية للتحرير على قرية الفطاطرة بريف حماة الغربية. وبعد 5 سنوات نظام الأسد يشيع رفات 46 عنصرا من ميليشيا لواء القدس قتلوا بتفجير نفق جمعية الزهراء بريف حلب. والحكومة السورية المؤقتة ترفض استلام اللقاح المضاد لفيروس كورونا عبر مناطق سيطرة النظام. مرحبا بكم. أفاد مراسل قناة حلب اليوم بمقتل وجرح العديد من عناصر قوات النظام، بينهم ضابط برتبة ملازم أول، بعد هجوم نفذه عناصر من جيش النصر التابعين للجبهة الوطنية للتحرير على مواقع قوات نظام الأسد في قرية الفطاطرة بريف حماة الغربية. وقال موقع راديو الكل إن عدد قتلى النظام بلغ 15 عنصرا، حيث يأتي هذا الهجوم بعد أيام من عملية تسلل نفذتها قوات النظام على أحد مواقع جيش النصر قتلت عددا من العناصر. وفي سياق متصل، تصدت الفصائل العسكرية لمحاولة تسلل لقوات النظام على محور قرية العنكاوي بسهل الغاب غربي حماة. وللمزيد حول هذا الموضوع معنا منصور صبرة مراسل قناة حلب اليوم مباشرة من ريف إدلب. منصور، لو بدأنا معك من العملية العسكرية التي نفذها عناصر جيش النصر في الفطاطرة وإفشال تسلل عناصر النظام بالعنكاوي. نعم منصور، هل تسمعني؟ منصور؟ أعيد السؤال عليك منصور، سألتك عن العملية العسكرية التي نفذها عناصر جيش النصر في الفطاطرة وإفشال تسلل عناصر قوات النظام بالعنكاوي. السؤال موجه لي عمار؟ نعم منصور، سمعت السؤال؟ نعم عمار، كان هناك تقطع بي الصوت. نعم عمار، يوم أمس قام جيش النصر بعملية إغارة سريعة على مواقع لقوات النظام في بلدة الفطاطرة الواقعة في جبل شحطة وبريف حماة. هذه العملية استمرت قرابة ساعة تقريبا، هاجمت خلالها عناصر من جيش النصر مواقع لقوات النظام داخل هذه البلدة، وتحديدا هي لعناصر من الفرقة السادسة وبعض الميليشيات المرافقة لقوات النظام. المصادر تحدثت عن مقتل ما يقارب 15 عنصرا من قوات النظام، وانسحبت عناصر جيش النصر احد فصائل الجبهة الوطنية للتحرير بعد ساعة تقريبا عن هذه المواقع. بالطبع هذه العملية تأتي ردا على عملية مقتل 11 عنصرا من جيش النصر خلال الشهر الماضي في عملية تسلل قامت بها قوات النظام على هذا على محور العنكاوي في سهل الغاب، وقتل حينها عناصر من جيش النصر. طيب منصور، كيف تبدو الأجواء الآن وما أبرز المناطق التي تعرضت للقصف؟ نعم عمار، حقيقة عمار خلال الشهر منذ شهر وحتى الآن هناك تحديث مكثف لطائرات الاستطلاع وللطائرات الحربي الروسي أيضا في أجواء محافظة إدلب وصولاً إلى المناطق الحدودية. أيضاً هناك تكثيف بالاستهداف المدفعي والصاروخي من قبل قوات النظام، وأيضاً هناك رد من قبل الفصائل على مواقع قوات النظام. اليوم عمار كانت هناك منتصف الليلة الماضية كانت هناك محاولة تسلل من قبل قوات النظام على محور العنكاوي في سهل الغاب بريف حماة. فصائل المعارضة تمكنت من كشف محاولة التسلل هذه وإفشالها، وهناك ما تتحدث عن مقتل ما يقارب 5 جنود وإصابة 9 آخرين من عناصر قوات النظام خلال محاولة التسلل هذه. أيضا هناك اليوم كان استهداف مدفعي وصاروخي من قبل فصائل المعارضة لدفة عمليات قوات النظام في مدينة ترمبيت، وأيضا هناك أنباء تتحدث عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف قوات النظام جراء هذا الاستهداف. قوات النظام أيضا بالمقابل تكثف من قصفها على كل من السفوهن والقصيرة والكليفل الزارة وكفر عويد في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي. عمار حقيقة خلال هذا الشهر هناك تصاعد في الاشتباكات وفي القصف من قبل قوات النظام، وأيضا بالرد من قبل فصائل المعارضة على هذه المشكلة. شكرا
شكرا جزيلا لك منصور صبرا، مراسل قناة حلب اليوم، كنت معنا من ريف إدلب. أعلن مجلس الوزراء الهولندي المؤقت موافقته على اقتراح مجلس النواب بالتحقيق في قضية دعم رئيس الوزراء السابق مارك روتي لفصيل الجبهة الشامية، أحد الفصائل العسكرية المعارضة في سوريا. نقل موقع نونل الهولندي أن وزير الشؤون الخارجية ستيف بلوك أكد أن مجلس الوزراء وافق على مقترح مجلس النواب اعتماد التحقيق، وقال إن لجنة مستقلة ستحدد مدة التحقيق ونطاقه، إضافة لمنح اللجنة حق الوصول إلى المعلومات السرية للدولة فيما يتعلق بدعم الفصيلة. قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا جير بيدرسون إنه يأمل أن تساعد إيرلندا التي تعمل إلى جانب وطنه الأم النرويج في الحفاظ على ممر المساعدات الوحيد المتبقي عبر الحدود إلى سوريا من تركيا. أضاف بيدرسون خلال كلمة في معهد شؤون الدولية والأوروبية في دبلن إنه لا زال يعتقد أن العمليات عبر الحدود ضرورية على حد وصفه، مضيفا أن مئات الآلاف من المشردين في إدلب يعانون من أوضاع اقتصادية صعبة بسبب وباء كورونا، مشيرا أيضا إلى أنه ينبغي الإبقاء على طريق المساعدات عبر الحدود مفتوحا لإيصال الاحتياجات الضرورية. شيع نظام الأسد رفات 46 عنصرا من ميليشيات لواء القدس قتلوا قبل 5 سنوات بتفجير نفق في حي جمعية الزهراء في مدينة حلب. بواسطة هذه الشاحنات جال نظام الأسد بجثث 46 من عناصر قواته وميليشياته الذين قتلوا عام 2016 بما عرف حينها بتفجير النفق، معظمهم يتبعون لميليشيا لواء القدس. دعونا نعود بالذاكرة 5 سنوات إلى الوراء، وتحديدا إلى 3 من شهر أيار عام 2016، هنا حي جمعية الزهراء بمدينة حلب، وهذا نفق حفره مقاتلو غرفة عمليات فتح حلب ليصلوا لمجموعة من المباني السكنية تتحصن فيها ميليشيات النظام قرب القصر العدلي. نحن بحفر هذا النفق بعمل منذ حوالي 2 شهر حتى وصلنا إلى تحت أهداف النظام، الأهداف البدنهائية يعني، واليوم الحمد لله رب العالمين أهنا هذا العمل يعني، وهذا العمل إن شاء الله ردا على مجازر ارتكبها النظام بالفترة الأخيرة بالذات يعني في أهلنا المدنيين في حلب والأطفال، وإن شاء الله أسأل الله عز وجل التوفيق والثبات إن شاء الله. اليوم وبعد 5 سنوات يقيم النظام حفلا تأبينيا لجثث قتلاه في صالة الأسد الرياضية تحت عنوان نصر الشهداء. نصر يرى فلسطينيون آخرون أنه دمر بيوتهم وهجرهم كما تهجر آباؤهم من قبلهم على يد الإسرائيليين، بل وغيب أبناؤهم في أقبية المعتقلات، حيث تشير إحصائيات مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا لاعتقال النظام لقرابة 2000 لاجئ فلسطيني لا يعرف مصيرهم حتى الآن. ميليشيا لواء القدس تم تأسيسها عام 2014 لتقاتل إلى جانب قوات النظام، وتضم قرابة 7000 عنصر معظمهم من مخيم النيرب للاجئين الفلسطينيين في حلب. واليوم يتجول قائد ميليشيا لواء القدس بين ركام المخيمات الفلسطينية في سوريا بعد أن أصبحت خالية من أهلها، حين قصد معظمهم دول الجوار هربا من بطش نظام ولواء يتكنى بالقدس، لكنه لم يرم حجرا واحدا على أولئك الذين يحتلونها ويرقصون مطمئنين. أصدرت حكومة النظام قرارا جديدا ينص على مصادرة أموال وممتلكات كل من يبلغ سن 42 دون أن يؤدي الخدمة الإلزامية أو يدفع بدلا عنها. في قرار جديد من حكومة النظام يبدو أنه لتحصيل ما أمكن من أموال السوريين، رئيس فرع البدل والإعفاء في قوات النظام إلياس بيطار
يعلن عن حزمة جديدة من القرارات تخص دفع البدل المادي عن الخدمة الإلزامية في قوات النظام. القرارات الجديدة وفقا للبطار تشمل مصادرة أموال وممتلكات كل من يبلغ السن 42 عاما سواء داخل سوريا أو خارجها ممن لم يؤدي الخدمة الإلزامية أو يدفع بدلها، وفي حال لم يكن لديه أملاك أو عقارات سيتم تنفيذ الحجز الاحتياطي على أهله وذويه. وزارة إعلام النظام بثت فيديو للبطار أعلن خلاله أنه لا يمكن لأي مكلف حتى لو تجاوز سن 42 التهرب من بدل فوات الخدمة والذي يساوي نحو 8000 دولار أمريكي. المسؤول في قوات النظام فند خلال الفيديو الحالات الست للإعفاء من الخدمة الإلزامية. المكلف الغير لائق صحيا، من أدى الخدمة العاملة خدمة فعلية لمدة 5 سنوات في الجيش والقوات المسلحة، أيضا من أدى خدمة عاملة خدمة فعلية في قوى الأمن الداخلي لمدة 5 سنوات دافعوا البدل النقدي، من أدى الخدمة الإلزامية في جيش دولة أجنبية أو عربية، الأخ سليم لأخوة معاقين مصابين بعاهات تمنعهم من استمرارية عملهم، أيضا الوحيد الأب الذي استشهد له ولد أو ولدان بسبب القيام أثناء إدائهما إداء الواجب. رئيس النظام بشار الأسد كان قد أصدر مرسوما تشريعيا حمل رقم 31 لعام 2020 بخصوص أحكام الإعفاء والبدل، ليدخل المرسوم حيز التنفيذ في مطلع شباط من العام الحالي. تصريحات رئيس فرع الإعفاء والبدل تزامنت مع إعلان وزارة الدفاع في حكومة النظام عن تطبيق القرار القاضي بتسريح دفعة من الضباط الاحتياطيين وصف الضباط والأفراد الاحتياطيين، فضلا عن توظيف أكثر من 10,000 مسرح أو مصاب في قوات النظام. النظام يحتفظ بعشرات الآلاف من الجنود منذ بداية الثورة السورية عام 2011، وتحتل قوات النظام المرتبة 55 عالميا بعدد جنود تقدر بنحو 142 ألفا وفق موقع جلوبال فاير باور. شاهدنا نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها بعد فاصل قصير. بالتعاون مع جامعة غازي عنتاب التركية، منظمة مابس تستعد لإطلاق دورة تدريبية في صناعة الروبوت بمعاهد جرابلس بريف حلب. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في نشرة أخبار المنتصف تأتيكم من قناة حلب اليوم. شددت منظمة الدفاع المدنية السورية على ضرورة الاستمرار بإجراءات الوقاية تحسبا لموجة جديدة لكورونا في الشمال المحرر، فيما رفض رئيس الحكومة المؤقتة استلام جرعات اللقاح ضمن برنامج كوفاكس عبر المناطق الخاضعة لسيطرة نظام الأسد، لافتا إلى أن النظام لن يوصلها إلى شمال غرب سوريا.
بينما تسعى منظمة الصحة العالمية للسيطرة على وباء كورونا من خلال برنامج كوفاكس، والذي يشمل إرسال اللقاح المضاد على شكل مساعدات للدول الفقيرة ومن بينها سوريا، يتخوف السوريون ومنظمات دولية كهيومان رايتس ووتش من استخدام النظام لقاح كورونا كورقة ضغط على المناطق المعارضة. هيومان رايتس ووتش والتي تخوفت من إرسال اللقاح إلى النظام نيابة عن باقي مناطق السيطرة في سوريا، طالبت بدعم المنظمات الإغاثية العاملة في جميع المناطق في سوريا لتسلم لقاح كورونا بشكل عادل، مشيرة إلى أن مجلس الأمن فشل في إدخال المساعدات عبر الحدود لشمال شرقي سوريا. مسؤولة منظمة الصحة العالمية في دمشق قالت إن الكميات التي سترسل إلى النظام لن تغطي سوى 20% في مجملها، مضيفة أنها لن تصل بشكل فوري، ما يعني تغطية 3% بشكل مبدئي، وستكون من لقاح ستاريزينكا كون البلاد غير قادرة على تأمين شروط حفظ لقاح فايزر، فيما أبدت تخوف المنظمة من توزيع اللقاح بشكل عادل. التخوف الدولي تطابق مع موقف الحكومة المؤقتة التي رفضت استلام جرعات اللقاح المقدمة من خلال معابر المناطق المحررة مع النظام، لأن النظام لن يوصلها بحسب عبد الرحمن مصطفى رئيس الحكومة المؤقتة. المصطفى كشف لوكالة الأناضول التركية عن خطة بديلة ستؤمن اللقاح لمليون شخص خلال العام المقبل، تبدأ من الكوادر الطبية وكبار العمر وأصحاب الأمراض المزمنة. المركز السوري للعدالة والمساءلة قدم وثائق تشير إلى أن النظام وضع إطاراً سياسياً وقانونياً يسمح له بتحويل مساعدات الأمم المتحدة لتمويل أعماله العسكرية ومعاقبة المدنيين من خلال تدخل أفرعه الأمنية بتوزيع المساعدات. فهل ستأخذ منظمة الصحة العالمية هذه التجربة بعين الاعتبار؟ بعد نزوح عائلة الطفل عز الدين من ريف حما الغربي إلى قرية الحنبوشية بريف إدلب الغربي، يفتقر عز الدين البالغ من العمر 15 عاما للعلاج الضروري له بعد أن تعرض لإصابة في عينه اليمنى إثر طلق ناري أدى لتضرر جزء من الدماغ والنطق والتركيز. يا سيدي، نزحنا من قلعة المضيء قرية اسمها عين الطاقة أو باب الطاقة من 2014 أو 15 ترى بالضبط ما عاد أذكر، ولجأنا على مخيم أطمي وما مشي حالنا هنيك، لجأنا لهون والله بعت لنا أولادينا الحلال سكنونا بهالبيت. يا سيدي بالنسبة لعز الدين اجت طلقة طايشة، طلق ناري طايش اجت بعينه، أسعفناه على تركيا شالوا له إياها، الحمد لله الله سبحانه وتعالى الأميات عيش وإجا، ضل شي شهر يتعالج هنيك والأخير إجا، بس هلأ دقرنا ما عاد نقدر نعالجه نهائيا لأن ما عنا واسطة ولا عنا مادة نعالجه نهائيا، بده علاج بده دواء بده هاي عين زجاجية مثل شو يقولوا له، لمن أخذوه على تركيا عملوا له فراغ لعينه وصار معه شلل نصفي، وبقدرة الله سبحانه وتعالى معه صار يحركون شيء بسيط، بس ما بيقدر لا يشتغل لا شغله ولا عمله ولا بيقدر يشيل شيء، بس تقريبا الحمد لله أحلى من الشلل. وعلاج عالجناه كتير بمشفى أطمي، يروح يتعالج ويجي، لما يجي لهون بالصيف بصير معه صرع، بس انحميت الشمس عليه بينصرع وبيوقع بالأرض بصيبه صرع، وبالبرد كذلك الأمر بيصير معه هالشغلي. هلأ هو بالنسبة له لا بيعرف يقرأ، واصل لصف السابع هو، هلأ بله اكتب بابا ماما ما بيعرف، رأي ما بيقرأ، كتابي ما بيكتب، عاجز عجز كامل، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، الحمد لله على كل حال. الله يبعث لنا من يساعدنا. أنا عزو وأبوي صالح وخالتي هينة وأمي وأخوي، وأنا
طلقة ها دواء و... يا أخوي أعلنت 5 مدارس في ريف حلب الغربي الانضمام للإضراب المفتوح عن العملية التعليمية في المنطقة. قال المدرس هلال مطر في مدينة الأتارب لقناة حلب اليوم، قال إن سبب الإضراب الرئيس هو لإيصال صوت الكادر التدريسي لجميع الجهات المسؤولة في المناطق المحررة بما فيها حكومتا الإنقاذ والمؤقتة، إضافة إلى الائتلاف وجميع الجهات والمنظمات القادرة على دعم التعليم في المنطقة. حرصا على مصلحة الطلاب أولا والمطالبة بحقوقنا وكرامتنا ثانيا، وبعد عدم وفاء مديرية التربية والتعليم بوعودها، نعلن نحن المدارس ثانوية بنات الأتارب، ثانوية بنات الأبزمو، ثانوية بنات الجينة، ثانوية بنين الأبزمو الغربية، إعدادية بنين الأبزمو الغربية، إعدادية بنات كفر ناصح، نعلن وبالإجماع إضرابا عاما ومفتوحا والتحاقنا بالمدارس الثانوية التي أعلنت الإضراب. أعلن مجموعة من المدرسين في مدينة الدرباسية بريف الحسكة في بيان لهم عن توقفهم عن استكمال إعطاء الدورات التعليمية الخاصة بمناهج النظام جراء تعرضهم لضغوطات وجراء عدم حصولهم على الموافقة. وأوضح البيان أن الامتحانات لم يتبقى لها سوى 3 أشهر، وأن مناهج النظام تدرس في بقية المناطق، في إشارة إلى المدارس والمعاهد في مدينتي القامشلي والحسكة. هذا وكانت قصد قد اعتقلت منذ نحو 2 أسبوع 7 مدرسين في مدينة الدرباسية بحجة تدريسهم لمناهج نظام الأسد. أقامت منظمة مابس بالتعاون مع جامعة غازي عنتاب ندوة تعريفية ببرنامجها التدريسي الذي تطلقه خلال الأيام القادمة للطلاب في معاهد جرابلس العليا التابعة لجامعة غازي عنتاب التركية، تتضمن العلوم التكنولوجية وأهمها صناعة الروبوت. مثلا من إحدى التطبيقات طلعتني إياها لعبة التركيز، تعرفوها كلكم. أقيمت اليوم ندوة تعريفية عن برامج التعليم الإبداعي التي ستقيمها منظمة مابس بالتعاون مع جامعة غازي عنتاب، والتعريف بالدورة التي ستقيمها من خلال التعريف ببرامج الروبوت، وكذلك في نهاية الدورة سيكون هناك مشاريع يقوم بها الطلاب المتدربين. فيعني نحن شفنا كيف يعني انه بنقول انه هذا جهاز، بس هلا يعني نحن في الهدف من هي الدواء اللي حنقيمه انه نحن نبني جيل شباب قادر على حل المشاكل وبيوظف هذا العلم اللي هو اللي حيكون علم بالمستقبل لحتى يحل المشاكل اللي عم تواجه مجتمعنا في الوقت الحالي. اليوم ما شاء الله يعني كان الحضور نسبة يعني شاهدنا إقبال جدا من الطلاب من القسم البيولوجي ومن أقسام أخرى، وإن شاء الله بعد هاي الدواء في نحن بالتنسيق بين جامعة غازي عنتاب ومنظمة مابس في هدف لحتى نشارك بمسابقة التكنوفاست اللي هي أكبر مسابقة بمستوى العالم من حيث المشاركة، وهي المسابقة بتكون كل سنة بمدينة من بتركيا. فنحن بالتنسيق إن شاء الله حيكون في فريق، الهدف الأساسي من هاي المناطق إنه في فريق بيشارك بهاي المسابقة وإن شاء الله يصل لمراكز جدا عليا يعني ويحقق نجاحات يعني ترفع رأس المنطقة هاي إن شاء الله. هلا هاي كان فيديو هيك جدا قصير يحققه يعني لأنه هو فاجئ. طبعا اليوم اجت منظمة مابس بالاتفاق مع جامعة غازي عنتاب لإقامة دورة تدريبية لبرنامج الروبوت. طبعا اليوم حضرنا أول محاضرة، كانت محاضرة تعريفية ما هي شو هو الشيء اللي بدنا نشتغله للروبوت، طبعا كيفية العمل،
إن شاء الله في الأيام القادمة والمحاضرات القادمة راح يكون في عنا تدريبات مكثفة لهذا الأمر لحتى تطلع من عنا مجموعة ونشكل أمور كتير كويسة لحتى نحاول نحسن الوضع الحالي بالمنطقة. فكان في عندهم ضمن المخيم ورشة خياطة. نهاية النشرة، ولمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي وأيضا على موقعنا الإلكتروني الظاهر أمامكم على الشاشة حلب تي في دوت نت. في أمان الله.